ركزناها، والان احنا في مرحله جديده بمقتضاها غادي نشوفوا التجربه اللي غادي يخوضها الحزب، وغادي نعيدوا انتخاب المكتب السياسي في اقرب الاجل، وغادي تبدا مرحله اخرى جديده، لانه الياس ماشي هو بن شماس، وبن شماس ماشي هو الياس. انا دائما داعمين بن شماس الى حين، الى احترم القانون احترم التوجه ديال الحزب انا معاه، الى خرج على الخط اللي رسمه الحزب ساكون ضده، انا ما عندي اشكال، ساقول رايي سواء بالايجاب او بالسلبي اذا تبين لي عكس ذلك. هذا غادي نناقشوا المكتب السياسي في اقرب الاجل، نناقشوا لان وصلنا نعيد النظر في النظام الداخلي، ان اجل 60 يوم لا يمكن تجاوز اجل 60 يوم، لان كان هناك مطالب باش تكون الجهات ممتلة، وكذلك خص يكون عند السيد رئيس الامين العام تكون عنده نوع من التمثيلي، نوع من الدعم داخل المكتب السياسي، وغادي نشوفوا شنو الامور. لا هو كان ما كان لا قطع ما اذا كل المناضلين كلهم غادي يبقوا في الحزب، هذا واش المواقع راه كتبقى اليوم وكتمشي غدا، هذه ماشي اشكال. كاين جوج الامور، اولا الحزب المواطن الاعضاء في المجلس الوطني الاصل المعاصر كلهم اكدوا على الترشيح الفردي والترشيح والتصويت الفردي، اللوائح انتهت وكلهم تمسكوا بهذا الموضوع هذا. العنصر الثاني ان اعضاء المكتب السياسي كلهم سيقدمون استقالتهم وسناتي الى المجلس الوطني لاعاده انتخابهم كلهم. كيف سيختار ومن سيختار؟ وهذا عندهم استقلاليه والحريه ديال الاختيار.